تخلد اليوم القوات المسلحة الملكية الذكرى 64 لتأسيسها، وبهذه المناسبة وجه الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية. العاهل المغربي ثمن عاليا ما تبذله القوات المسلحة الملكية من جهود لتعزيز مراقبة وحماية الحدود برا وبحرا وجوا، وذلك عبر تعبئة العنصر البشري ومده بالعتاد اللازم ووسائل المراقبة المتقدمة التي تمكنه من التصدي بفعالية للتهديدات المختلفة، منوها بصمود الجنود المغاربة المرابطة بالأقاليم الجنوبية دفاعا عن الوحدة الترابية للمغرب، وكذا بكل أفراد الجيش الساهرين على أمن الحدود بكل يقظة وحزمة. وأضاف الملك محمد السادس أنه بنفس الروح العالية من الانضباط والتفاني التي تميز مجهودات القوات المسلحة الملكية داخل الوطن، تواصل تجريدات مغربية تأدية مهامها النبيلة في إطار عمليات حفظ السلام بكل من الكونغو الديمقراطي وإفريقيا الوسطى، وكذا أطقم المستشفى العسكري الميداني بالزعتري. وقال العاهل المغربي إن استجابة القوات المسلحة الملكية الدائمة لنداء الوطن وتقديم التضحيات اللازمة تضيف لسجلها التاريخي انخراطها الفوري والقوي في محاربة الوباء الذي يضرب المغرب كسائر بلدان العالم، وذلك عبر تعبئة كل الموارد البشرية والمادية والإيوائية الطبية واللوجستيكية التي تتوفر عليها القوات المسلحة للمشاركة في مواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها، منوها ببرهنة القوات المسلحة الملكية كالعادة على حسن استعدادها وتأهيلها في المشاركة إلى جانب باقي المتدخلين في تدبير هذه الآفة، وذلك من خلال سرعة التجهيز ونشر مستشفيات عسكرية ميدانية مع تسخير عدد من المراكز التابعة للقوات المسلحة الملكية ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة لتحويلها عند الحاجة إلى وحدات إيواء من أجل العزل الصحي، فضلا على تعزيز المراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة بأطقم وأطر تمريضية واجتماعية تابعة لمختلف مصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، مقدمين أروع صور التضامن الوطني والمهني مع نظرائهم المدنيين في كل المؤسسات الاستشفائية للمملكة. كما نوه بالتفاعل السريع للوحدات التابعة لمختلف المكونات البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي وانخراطها القوي في الصفوف الأمامية لمجابهة هذه الجائحة جنبا إلى جنب مع مختلف أجهزة الأمن الوطني والقوات المساعدة ومصالح الإدارة الترابية والوقاية المدنية من أجل التوعية والتطبيق الميداني لتدابير الحجر الصحي، مما سهل انخراط والتزام جميع المغاربة في تنفيذها. وهي مناسبة غالية نحرص دوما على الاحتفاء بها لما تحمله من معان وطنية وقيم راسخة واكبت نشأة هذه القوات على يد جدنا المغفور له جلالة الملك محمد الخامس ورفيق دربه في الكفاح والبناء والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، مستعرضين فيها ما أنجزتموه خلال السنة المنصرمة وما ننتظره منكم من عطاء، متحلين بالانضباط والالتزام والتضحية اللامشروطة التي يتحلى بها أفراد جيشنا. وفي هذا الصدد وبصفتنا قائدكم الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لا يسعنا إلا أن نثمن عالياً ما تبذلونه من جهود حثيثة لتعزيز مراقبة وحماية حدودنا برًا وبحرًا وجوًا، وذلك عبر تعبئة العنصر البشري ومده بالعتاد اللازم ووسائل المراقبة المتقدمة التي تمكنه من التصدي بفعالية للتهديدات المختلفة، منوهين بصمود جنودنا المرابطين بأقاليمنا الجنوبية دفاعاً عن وحدتنا الترابية، وكذا بكل أفراد جيشنا الساهرين على أمن الحدود بكل يقظة وحزم. فإن اهتمامنا المستمر بتحديث وتجهيز وحداتكم لينبع من حرصنا الدائم على تنمية قدراتكم الدفاعية وتوفير السبل والوسائل الضرورية، وذلك وفق خطة مندمجة شاملة تهم العشرية المقبلة والتي أعطينا توجيهاتنا السامية لتفعيلها استكمالاً لما تم إنجازه خلال العقدين الماضيين
حتى تبقى قواتنا المسلحة الحصن الحصين والدرع الواقي لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتسباته.